طيب هناك ناس يذهبون إلى الحج لبيت الله الحرام ويعتقدون أن من لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح حجه، أو أن هذا من الجفاء، فما تعليقهم على هذا؟ أولا يا أخواننا، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذهب زائرا إلى البلد الحرام، فذهب إلى المشاعر في مكة ثم ذهب إلى زيارة مسجد رسول الله وللصلاة فيه بألف صلاة فيما غيره إلى المسجد الحرام، ذهب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي هناك، بعد ذاك يسن له ويستحب أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك. لكن الزيارة من هنا انت ما تشد الرحال تقطع التذكرة وتشد رحلك عشان ماشي القبر من هنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. انت بتزور المسجد النبوي، فهمتوا؟ من هنا بتركب وين؟ المسجد النبوي. لو دخلت المسجد النبوي وصليت فيه ما شاء الله لك أن تصلي، بعد ذلك لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من السنة تزور، فتدخل من باب السلام. باب السلام ده بتلقى بالاتجاه اللي بيقع يمين الإمام في المحراب، الإمام بيصلي كده والباب بيجي عن يمينه، بتدخل من باب السلام فبتمر على الروضة، الروضة دي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الروضة الحجرة اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبي حجرة عائشة، بتمر عليها وهي على يدك اليسار وانت ماشي، بتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على أبي بكر وتسلم على عمر وتمضي، دي السنة سلام فقط. خد بالك، سلام، ما في دعاء في المكان ده، ما في دعاء، وليس من السنة الدعاء، وليس هذا مكان للدعاء، إنما المكان هنا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله إليه روحه فأجابه السلام. دي زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبر. وبعد ذاك يجوزك تزور مقبرة البقيع، يجوزك تزور مقبرة شهداء أحد، يجوز لك تمشي مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين، دي كلها من السنن. طيب، أما كون الزيارة دي جزء من الحج فلا، ما جزء من الحج، الزيارة براء، تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دي براء، وتزور القبر دي سنة براها، ما عندها علاقة بشنو يا أخواننا، بل حج. الحج أركانه أربعة: إحرام وطواف وسعي والوقوف في عرفة، أربعة أركان للحج. فين واحد في المدينة؟ الإحرام ولا الطواف ولا السعي ولا الوقوف في عرفة، في واحد في المدينة؟ كلها في مكة، كلها الطواف والسعي في الحرم جوا، وبرا ال 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 في الحل على الوقوف في عرفة، ما في أي مشعر من مشاعر الحج في المدينة، كله كله كلها في مكة، رمي الجمرات غير من الواجبات والسنن كلها في مكة. فالأحاديث اللي بيجيبوها من حج ولم يزرني فقد جفاني، دي كلها أحاديث باطلة، كلها دي باطلة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما شرع لإنسان إنه عشان ما يبقى يافي يجي عنده هناك، لا 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 لا، قال لا تجعلوا قبري عيدا تعتادوا عليه الزيارة، لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم. شغلة سهلة، أنت مش داير ما تكون جافي تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه في أي مكان، في الحدوث فينا، انت في بوركينا فاسو، في امريكا الشماليه، صلوا علي حيث كنتم فان تسليمكم يبلغني، في اي مكان انت، في بيتك جوا، في غرفتك وانت راقد على ظهرك ومتغطي بالبطانيه، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يبلغ هناك السلام والصلاه تبلغه.
عشان كده يا اخواننا الناس اللي بيجيبوا الاحاديث دي ده الناس جهله، عرفتها ده الناس جهله، وفي النهايه عندهم عقايد، دار يمشي القبر هناك عنده عقيده. همه مش المسجد النبوي اللي الصلاه الواحده فيه بألف صلاه، ده ما همه ولا دار ولا تلقوا ولا بصلي. والله انا شفت واحدين من جماعتنا دي ما جهله، الواحد قاعد حارس باب السلام برا، بس قاعد جنب باب السلام وماسك سبحته وقاعد لو بصلي بس الا الفريضه، قاعد في المحل ده هنا، ده ضيع على رقبته، ضيع على رقبته، بدل يكسب زمنه الصلاه الواحده ركعتين بتساوي ألف صلاه في غيره في بلدنا دي هنا، بدل يمشي يصلي قاعد حارس القبر. فده الجهله، والله المستعان.